الشهور الأخيرة الأسواق الناشئة بتمر بأزمات مالية واقتصادية. الأزمات المالية دي مرتبطة طبعا بارتفاع سعر الدولار اللي بينتج عنه بقى ردود أفعال كتير بتأثر بشكل أو بآخر على كل الدول. الفايدة الأمريكية طبعا بتعلى، عملية الاستيراد فلوسها بتزيد، الناس اللي كانت معتمدة كدول يعني إنها تسدد عجز الموازنة اللي هو الفرق بين المصروفات والإيرادات عن طريق الأسواق الناشئة دي أو عن طريق الفلوس اللي بتاخدها كقروض خارجية طبعا هتتغير لأنه السعر اختلف، فالفلوس هتختلف، فالدنيا كلها بتشهد تغيرات وبتأثر على الدول. الدول اللي فيها أسواق ناشئة اضطرت أنها ترفع الفايدة علشان تحافظ على استثمارات الأجانب اللي هي بتكون بشكل غير مباشر وبيطلق عليها اقتصاديا الأموال الساخنة. طبعا ده كلام اقتصادي جدا، أنا يهمني أن حضراتكم تتابعوا هذا الحوار. طبعا على المستوى الاقتصادي أكيد في ناس هتكون على علم بالمصطلحات اللي قلناها وهنبسطها لحضراتكم دلوقتي، ولكن اللي يعني مش مهتم قوي بالشأن الاقتصادي بتصور ان ده بيهم حياته، بيهم بيته، بيهم المصروف اليومي، الاسعار اللي بترتفع، هيعرف كل المتغيرات دي كانت ليه، الاجراءات الاقتصاديه اللي تمت في الشارع المصري كانت ليه، هي كانت ممكن صعبه على الشارع المصري وعلى المواطن، والرئيس السيسي قدم التحيه للمواطن وللبلد انها يعني قدرت تتحمل حزمه من الاجراءات الاقتصاديه اللي اجرتها الحكومه ولكنها كانت مطلوبه. في حوارنا ده هنعرف هي مطلوبه ليه. صحيح هنبدا بالاسواق الناشئه لان هي هتاخدنا ما تم تطبيقه من إجراءات اقتصادية كانت حماية للدولة من التقلبات اللي تعرضت لها الأسواق الناشئة اللي هي بتبقى في الدول النامية ويعني بتتطور ولكن بشكل تدريجي، وطبعا ده أكيد بيخص مصر كدولة فيها أسواق ناشئة، فهنشوف انعكاس التقلبات بقى اللي تعرضت لها الأسواق الناشئة والأزمات المالية إزاي على مصر مع الإجراءات الاقتصادية اللي مأخوذة. ضفنا وضيفكم في الاستوديو الاستاذ احمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعه الماليه هيرمس. برحب بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا استاذ ريان. وهبدا بتعريف بسيط للاسواق الناشئه ومين هي الدول اللي بنسميها انها دول الاسواق الناشئه، اذا ما كنتش يعني انا مريت عليها سريعا في المقدمه. لا لا اكيد، هو الاسواق الناشئه هي زي ما حضرتك تفضلتي بتبقى معظمها دول ناميه وبتحقق فرص نمو أعلى من فرص النمو اللي موجودة في الأسواق المتقدمة، وبالتالي التصنيف بتاع كلمة أسواق الناشئة هي الدول اللي من المتوقع أن هي تحقق قفزات في مستوى الدخل وتقدر أن هي تلحق بمصاف الدول المتقدمة، ولكن مستوى الدخل حاليا ما زال أقل من مصاف الدول المتقدمة. فالأسواق الناشئة مثلا زي الصين، زي الهند، زي تركيا، زي الأرجنتين، زي البرازيل، الدول اللي هي حققت طفرات اقتصادية وفرص النمو اللي فيها أعلى من المتوسط العالمي، وبالتالي ولكنها من ناحية المؤسسية ومن ناحية الهيكل الاقتصادي ما زالت في مرحلة التطور. ده باختصار تصنيف الأسواق الناشئة من ناحية مصر. طبعا من الدول الناشئة ولا لا؟ مصر من لا مصر من الدول الناشئة، يعني في كل التصنيفات مصر جزء من مؤشرات الأسواق الناشئة. طيب يعني ازاي بعد ما الأسواق الناشئة دي دلوقتي بتتعرض لأزمة مالية احنا ممكن نتجاوز هذه الأزمة ولا ده هيكون صعب؟ لا لا بكل تأكيد، أنا أعتقد يعني بكل موضوعية وضع مصر النهاردة إذا قارناه بوضع معظم الدول الناشئة، هي مصر النهاردة في وضع مالي أفضل بكتير جدا من كل اللي بيواجهوا من الدول المختلفة في هذا المؤشر أو في هذا التصنيف. إذا بصينا على التحديات اللي قدام مصر النهاردة هي لا تقارن بالتحديات اللي موجودة ماليا مثلا عند تركيا. تركيا اجمالي الدين الخارجي رفعت عندها سعر الفايده طبعا نظرا لانخفاض الليره. بكل تاكيد، ما هو رفع سعر الفايده علشان يحمي العمله المحليه وعلشان يقدر ان هو يحافظ على الاموال الساخنه اللي زي ما حضرتك ذكرتيها في المقدمه، ويدي زي حافز. الساخنه دي بس بما اننا مرينا عليها، هي الاستثمارات دي بتستغل بقى الموقف والظروف دي وبيطلق هنا عليها اموال ساخنه. هو الاموال الساخنه العمله قيمتها انخفضت
هي الأموال الساخنة ده مصطلح بيطلق على الاستثمارات في أسواق المال وفي أدوات الدين الحكومي، السندات وأذون الخزانة. الأموال دي بتخرج النهاردة وبتخش بكرة وبتخرج النهاردة، فسرعة الأموال دهيا علشان كده بيسموها أموال ساخنة. ده بيختلف عن الاستثمار الأجنبي المباشر اللي هو بيبقى جاي بيعمل مصنع، بيعمل شركة، بيبقى قاعد في البلد لفترة زمنية أطول يعني. طيب ممكن نعرف اساسا الازمه بقى اللي تعرضت ليها الاسواق الناشئه دي ايه شكلها، ايه يعني ايه ازمه ماليه اقتصاديه تضرب الاسواق الناشئه؟ اكيد هو الحقيقه يعني بشكل مبسط الاسواق الناشئه ازمتها الحقيقيه هي ارتفاع مستوى الدين الخارجي عند معظم هذه الاسواق. اذا بصينا النهارده على ولو بصينا تاريخيا حتى يعني سريعا جدا هنلاقي ان الازمات الماليه اللي تعرضت ليها هذه الاسواق كانت دايما بتبدا بسياسه نقديه او يعني اسعار فايده او اسعار عمله بتتيح للدول دهيا وبتسهل لهم عمليه الاقتراض الخارجي. فلما بيوصل الاقتراض الخارجي عند مرحله معينه وبيبدا الدولار يرتفع لاسباب دوريه لان الاقتصاد بيمشي فيه دورات، وبالتالي لما بيبقى الدولار ضعيف نظرا لوضع اقتصادي معين ما بيستمرش ده، لما بيبدا الدولار يطلع واسعار الفايده على الدولار تبدا تطلع تاني زي الوضع اللي احنا فيه النهارده، ده بيعلي تكلفه خدمه الدين. فبالتالي الدول المقترضه خارجيا التي اسرفت في الاقتراض الخارجي النهارده في وضع مالي متطلب النهارده يخدم الدين ده او يدفع عليه الفايده ويرجع اصل الدين ده. لما انا كنت بدفع على الدين ده مثلا 2% غير لو هدفع 3% غير وهكذا. عندنا دول كتيره عندها مستوى الدين الخارجي عالي جدا. بصينا حتى منذ الازمه الماليه العالميه في 2008 الى الان حجم الدين الخارجي في الاسواق الناشئه تقريبا تضاعف، يعني بنتكلم النهارده حوالي 7 تريليون دولار حجم الدين الخارجي لكل هذه الاسواق. الصين جزء لا يتجزأ من اللي احنا بنتكلم عليه النهارده، والصين اكبر من وجهه نظري الشخصيه من اهم العوامل، اهم حتى من قوه الدولار او رفع الفايده الامريكيه بنسبه يعني ايا كانت النسبه. الازمه الحقيقيه هي ارتفاع مستوى الدين الخارجي و عمليه اعاده التوازن اللي بيمر بيها الاقتصاد الصيني، لان النهارده الاقتصاد الصيني في وضع اولا من ناحيه المديونيه هو حجم الدين العام 265% من الناتج المحلي، وده رقم كبير جدا، رقم ضخم جدا جدا جدا. النهارده بنتكلم الدين الخارجي في الصين بعد ازمه 2008 ايضا تضاعف، وبالتالي احنا بنتكلم النهارده على حوالي 50% من اجمالي الصادرات السنويه بتاعه الصين النهارده، ده بيمثل حجم الدين الخارجي. فدي تحديات كبيره جدا. الصين اعتمدت نموذج الاستثمار في البنية التحتية من أجل التصدير، ده بعد ده كان ابتدى في آخر التسعينات بعد ما برنامج الإصلاح اللي عملوه، والحقيقة حققوا طفرات كبيرة جدا ومعدلات نمو رهيبة جدا في الألفينات ولغاية الأزمة المالية العالمية سنة 2008. حققوا معدل نمو يعني في المتوسط كان حوالي 12-13%، وده رقم ضخم جدا، وده انعكس إيجابيا على أسعار السلع، على أسعار كل السلع المتداولة عالميا، مش بس البترول، حتى المعادن، حتى كل الأسعار السلع ارتفعت في هذه الفترة، وبرضو انعكس إيجابيا على الدول الصناعية في آسيا، لأن الطلب على الصين سيان الطلب المحلي أو لإعادة التصدير كان هو المحرك الرئيسي لكل الأسواق الناشئة في آسيا. وخارج آسيا الدول المصدرة للمواد الأولية والمواد الأساسية زي البرازيل، زي يعني حتى الأرجنتين، كل الدول اللي بتعتمد على تصدير المواد الخام الأولية سيان مواد زراعية أو مواد صناعية استفادت جدا من هذه الطفرة في الأسعار. بعد 2008 الموضوع اختلف تماما والطلب العالمي بدأ يتراجع، ابتدت الدول الكبرى والدول الناشئة باعتماد سياسة نقدية بتقوم على أن أنا بخفض سعر الفايدة بشكل كبير جدا علشان اقدر ان انا ادعم فرص النمو تاني في الاقتصاد، وده اللي حصل. ولكن لما بخفض سعر الفايده بدي حافز للاستدانه، وبالتالي الفايده على الدولار كانت قليله جدا في العشر سنين اللي فاتت ارتفعت، بدات ترتفع النهارده وبترتفع، وهي هترتفع
بشكل دوري. يعني هو ما نقدرش نقول ان حصل ارتفاعات كبيره جدا على الدولار. طيب هي مصر متاثره قد ايه خلال الفتره اللي جايه خاصه بعد رفع الفائده الامريكيه؟ هو مصر جزء من الاسواق الناشئه، مصر في وضع مالي افضل، وهقول ليه. السبب الرئيسي هو ان حجم الدين الخارجي في مصر ما زال برغم ارتفاعه في السنتين اللي فاتوا دول ما زال في وضع يعني جيد. زائد اهم من رقمه او نسبته للناتج المحلي، الدين الخارجي تقريبا نصه جاي من مؤسسات دوليه باسعار فايده معقوله جدا، وبالتالي مصر مش هتواجه، صحيح ان خدمه الدين الخارجي هتكبر في السنين اللي جايه، ولكن مصر اذا بصينا على الفجوه التمويليه اعتقد ان مع المؤشرات الاخيره وهي مؤشرات ايجابيه جدا بالنسبه لميزان المدفوعات اعتقد انها مش هتواجه ازمه كبيره على مستوى خدمه الدين. بس في استثمارات اجنبيه خرجت يا فندم، في استثمارات اجنبيه خرجت، ده حقيقي. ده حقيقي. في حوالي 8 او 9 مليار دولار خرجوا من الاموال الساخنه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وده كان جاي معظمه من استثمارات اجنبيه في اذون الخزانه. والاستثمارات دي خرجت من او معظمها من الانتر بانك او من السوق مباشره، وجزء منها خرج من الاحتياطي غير الرسمي للبنك المركزي، وبالتالي هي لم تؤثر باي شكل او باخر على الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر. طبعا اذا استمر خروج الاستثمارات او الاموال الساخنه من الادوات الدين في مصر بالتاكيد ده هيؤثر على السيوله المحليه. ولكن لو احنا النهارده بصينا على في حاجتين النهارده المفروض نتكلم عليهم، اول حاجه هو ان معدل الفايده النهارده مصر بتدي تقريبا 3% او اكثر معدل فايده حقيقي، ده بيرتبط بمعدل الفايده بقى في الاسواق اللي بتنافس مصر على هذه الاموال، وبالتالي اغلب الظن ان اسعار الفايده في مصر هتفضل مرتفعه لفتره. احنا كنا متوقعين ان يحصل خفض في بدايه السنه، وحتى حصل خفض بحوالي 2% في اسعار الفايده، ولكن النهارده مع وضع الاسواق الناشئه واللي احنا شايفينه عالميا، هو مش مصر بس اللي شافت خروج للاموال الساخنه، مصر يمكن من الدول الاقل، يعني كل الدول الناشئه حصل فيها هروب كبير من للاموال الساخنه من الاسواق دي. طيب احنا عندنا تقرير، التقرير ده لنومورا هولدنجز اكبر شركات السمسره اليابانيه، بتتكلم عن 7 اقتصادات ناشئه بتواجه مخاطر بسبب ازمه اسعار الصرف، وبتقول في التقرير الياباني ده ان مصر واحده من هذه الدول بالاضافه الى سريلانكا، جنوب افريقيا، الارجنتين، باكستان، تركيا، واوكرانيا. ايه قراءتك؟ انا قريت التقرير ده فعلا، تقرير عاملاه نومورا. هو تقرير، هي المنهجيه او الميثودولوجي بتاعت التقرير عجبتني جدا الصراحه. هو ولكن الارقام اللي موجوده الخاصه بمصر مش دقيقه، لان مثلا في حساباته لخدمه الدين المتوقعه على مصر، التقرير كان حاطط فيه الودائع الخليجيه اللي هي اوريدي جت ريسكادولد او حصل اعاده جدوله ليها، توقعاته لميزان المدفوعات والميزان التجاري تحديدا أسوأ بكتير من اللي مصر اوريدي محققاه. يعني حتى النهارده احنا لو بنتكلم على الميزان التجاري الكرنت اكاونت او الميزان الجاري، هو بيتوقع ان هي 4.5% من اجمالي الناتج المحلي. احنا بنتكلم النهارده لو بصينا على اخر ارقام الربع الاول من السنه الماليه، هي تقريبا بنتكلم في 3% مش اكتر. فبالتالي الارقام نفسها اللي اتخذها التقرير برغم جودته وجوده المنهجيه التقرير بيتكلم عليها، لكن الارقام بتفتقد الى الدقه الى حد كبير يعني من وجهه نظري. طيب هي دلوقتي التقارير دي يا فندم يعني المفروض ان ليها في تحليلها ده مؤشر ونموذج للانذارات المبكره، لان هي طبعا بتتكلم كده وبتخاطب المستثمر، وهي بتتكلم بالاشارات دي بانه دي واحده من الدول المعرضه لخطر خاص بيها كدوله اسواق ناشئه وهتواجه المخاطر دي، وبالتالي يعني ده ليه تاثير بشكل او باخر. هو يعني ليه تاثير بكل تاكيد على السنتمنت او على الـ الـ
يعني ردة فعل المستثمر او الـ الـ يعني تفاؤله او تشاؤمه بالفترة القادمة، فده بيؤثر في قرارات الاستثمار. ولكن خلينا نتفق ان معظم الاموال الساخنة اللي احنا بنتكلم عليها دي بتيجي من صناديق دولية، والصناديق دي صناديق الاستثمار الدولية دي بتبقى صناديق محترفة جدا، بتتكلم مع المسؤولين في مصر، بتتكلم مع بنوك الاستثمار الكبرى في مصر، عندها أرقامها وعندها توقعاتها. فبالتالي ما أقدرش أقول إن التقرير ده، أنا أعتقد إن التقرير ده عمل رد فعل أكتر محليا في مجتمع الأعمال المصري، لأن أنا كل الناس كانت بتكلمني تقولي شفت النمورة ريسيرش طلع مش عارف كذا كذا كذا، ولكن بالنسبة للصناديق الدولية ما أعتقدش إن هو كان عامل يعني فعلا حصلت حالة قلق، يعني حصلت حالة قلق في مجتمع الأعمال المصري، كله بيتكلم على الجنيه المصري هيروح فين. التقرير ده حقيقي ولا لأ؟ بالظبط، هو التقرير جيد جدا كمنهجيه، هو تقرير كوانتيتيف اكتر منه كواليتيتيف، يعني بيستخدم منهجيه رقميه او مش تقرير موضوعي بناء على قياس. بالظبط كده، فهو المنهجيه بالظبط كده. طيب توقعات حضرتك للدولار والسعر، يعني هل ممكن يكون في اي تغير؟ هل ممكن يكون في انخفاض او ارتفاع اخر؟ انخفاض الدولار قدام الجنيه صعب جدا، انخفاض في الفتره دي مش امام الجنيه، يعني انخفاض يعني نقدر نقول ان النهارده هو طبعا امام الجنيه، بس يعني اللي قاعدين انه اكيد مش مقارنه صحيح بالجنيه. صحيح صحيح. هو اللي انا اقصده ان النهارده لو بصينا على وضع ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي اللي هو يعني تضاعف في السنتين الاخرين، وبصينا على الفجوه التمويليه اللي احنا بنتكلم عليها السنتين اللي جايين، انا اعتقد ان مصر عندها عجز في الميزان التجاري لن يتعدى ال 8 مليار دولار تقريبا. وعندنا لو اعتبرنا ان هيتم جدوله الودائع الخليجيه اللي موجوده، وده اغلب يعني اعتقد ان ده اللي هيحصل فعلا، يبقى هنتكلم في فجوه تمويليه لن تتعدى ال 14 15 مليار دولار. احنا بنتكلم ان الاستثمار المباشر النهارده تعدى ال 7 مليار دولار. وعندنا الدفعات المتبقية من صندوق النقد الدولي في حوالي 4 مليار دولار. أعتقد إن الودائع الاحتياطي النقدي ومع الفجوة التمويلية اللي هي قلت جدا عن السنين السابقة بتقول إن الجنيه المفروض يكون سعره مستقر، وإيه المفروض إن ما يتحركش كتير على الرينج اللي احنا بنتكلم عليه. ولكن طبعا بكل تأكيد مصر دولة جزء من أسواق النشأة ومعرضة لكل التقلبات في الأسواق الدولية. فمثلا طيب التقارير كانت بتتكلم برضو على أن البنك المركزي المصري ممكن يضطر لرفع الفايدة علشان يحافظ على استثمارات الأجانب، بس المركزي المصري ثبت الفايدة، ايه قرايتك لقرار البنك المركزي المصري؟ هو انا اعتقد في التطورات اللي احنا بنتكلم عليها دي عالميه. صحيح، انا اعتقد ان البنك المركزي ما شافش ان في ضروره تستدعي انه يرفع الفايده. ده ممكن يفضل احتمال وارد في الايام القادمه، يعني لان هو الاجتماعات دي بتبقى اجتماعات دوريه، ولكن النهارده بالنظر الى حجم الاحتياطي والنظر الى حجم الاستثمارات اللي موجوده والسيوله الدولاريه اللي موجوده، هو اعتقد او شاف ان مفيش داعي ان هو يرفع الفايده. وطبعا خلينا نتفق ان اسعار الفايده المرتفعه لما بتفضل فتره طويله دي ليها اثر سلبي على الاستثمار وعلى النمو. هي حاجات كتيره متعارضه مع بعض، ولكن احنا بنتكلم على السيوله الدولاريه والحفاظ على الاموال الساخنه في المدى القصير لازم يبقى في فايده مرتفعه. واعتقد ان الاسعار الفايده النهارده ما زالت، يعني خلي بالك احنا بنتكلم على يعني لو بصينا على العائد على اذون الخزانه النهارده بيقارب ال 19 20%، ودي ده رقم كبير جدا، يعني اسعار الفايده في مصر ما زالت مرتفعه. فهو ما شافش ان هو في حاجه الى رفعها مره اخرى. من ناحيه اسعار الفايده مصر يمكن ثالث او رابع اعلى فايده في كل الاسواق الناشئه بعد تركيا والارجنتين. هو امتى يا فندم ممكن انه البنك المركزي يتجه لرفع الفايده؟ الاستثمارات مثلا لو حس اذا ان هو استمرت عايز في الخروج، لو حس ان هو عايز يحمي الجنيه المصري، لو حس ان في ما هو في 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 كذا سبب لرفع الفايده، في ممكن ان انا بشوف ان الاقتصاد بينمو بشكل كبير وفي سيوله كبيره جدا، فبالتالي برفع سعر الفايده، وده اللي فيه مثلا الاقتصاد الامريكي النهارده.
في بشوف ان في معدل التضخم كبير جدا 14-15%، فلازم يقابلوا رفع لاسعار الفايده علشان القوى العرض يعني ما تفضلش على نفس المومنتم بتاعها. وفي ان انا بحمي الجنيه المصري النهارده علشان انا عايز اغري الاموال الساخنه ان هي تفضل موجوده وما تسيبنيش وتطلع لي الاسواق الاخرى، فبرفع الفايده ساعتها. طيب ايه بقى تاثير هذه الازمه على برنامج طرح الشركات الحكوميه في البورصه؟ بالتاكيد ليها تاثير احنا كلنا شايفينه في البورصه المصريه النهارده. في لما بنتكلم مع كل المستثمرين الاجانب اللي بيشتغلوا في الاسواق الناشئه وبيخشوا السوق المصريه، هم عندهم النهارده هم نفسهم تاثروا في بي بي بالازمه دي، حصل لهم ريدمشن او سحب من الصناديق او الاموال اللي كانت عندهم. لو كنت هي ازمه الاسواق الناشئه كانت سبب رئيسي تقريبا في هبوط حاد شهدته البورصه، من ولا من ناحيه ترتيبه مش في الاول؟ ما اعتقدش ان هو في الاول، لا انا ما اعتقدش، انا اعتقد ان كان السبب خاص باسماء ارتبطت في قضيه خاصه بالتلاعب في البورصه. برضو ده اعتقد انه ده اثر على نفسيه المتعاملين اكتر ما هو سبب جوهري. إيه الانخفاض الحاد في البورصه؟ الانخفاض الحاد في البورصه جاي من حاله، هو جاي من سببين رئيسيين. اول سبب بالنسبه لي هو ان المؤسسات المحليه ما كانتش متفاعله في السوق بالقدر الكافي نظرا لارتفاع مستوى سعر الفايده ونظرا لعوامل اخرى، انما اهم عامل هو سعر الفايده. لو انا النهارده اقدر اقعد في البيت واخد 15-16% فايده، ليه اخاطر وانزل واشتغل في البورصه؟ برغم ان البورصه على مدى التاريخ حققت عائد اعلى بكتير جدا من الفايده على الودائع، ولكن احنا بنتكلم ان في شريحه النهارده في المستثمري البورصه بيقول لك انا بشتري السهم النهارده عايز ابيعه الاسبوع الجاي وعايز اكسب وهكذا. عمليات المضاربه دي خفت حدتها لان السوق لم يحتمل مع كل الاخبار السلبيه اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت دوليا وحتى محليا، من ناحيه ان الناس كانت متوقعه خفض في اسعار الفايده وما حصلش او تاجل وكده. ده كان احد العوامل الرئيسيه في عزوف المستثمرين المحليين عن الاجانب. على فكره ما خرجوش من السوق من ناحيه البورصه، هم خرجوا من ادوات من ادوات الدين، من اذون الخزانه، لكن البورصه المصريه لم تشهد خروج للاجانب. بالعكس لو احنا بصينا النهارده يعني من اول السنه احنا بنتكلم في حوالي انفلوز او فلوس داخله مش فلوس خارجه بحوالي اعتقد 250-300 مليون دولار. فاحنا ما شفناش اجانب خرجوا من البورصه، ولكن شفنا الاجانب ما بيشتروش بنفس الكثافه اللي كنا بنشوفها بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. فطبعا ما نقدرش نستبعد عمليه او وضع الاسواق الناشئه من اللي حصل في البورصه المصريه، ولكن اعتقد ان اللي احنا بنشوفه النهارده جزء كبير منه جاي من يعني اسباب خاصه بالمستثمرين المحليين مش المستثمرين الاجانب. ايه اخبار السندات الدولاريه؟ ممكن مصر في المتغيرات اللي بنتكلم فيها دي تقدر ان هي تطرح سندات دولاريه في الاشهر القادمه؟ ممكن، بس هتدفع فايده اعلى. يعني اسعار الفايده بتتجه للارتفاع عالميا، وبالتالي لو انا كنت بستلف ب 6% ممكن استلف ب 7% في الفتره اللي جايه او حاجه زي كده. انما طبعا ممكن، لان زي ما قلت لحضرتك من الناحيه الماليه النهارده بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي مصر في وضع مالي مش بالسوق اللي فيه الاسواق الناشئه الاخرى. طبعا هي السندات الدولاريه للايضاح بس هي اوراق ماليه بتقترضها الحكومه مقابل اموال من السوق الدوليه، يعني الحكومه بتقترض بيها لطبعا تحقيق خططها ومنها طبعا تمويل عجز الموازنه. طيب يعني ايه الاجراءات اللي حضرتك شايف ان مصر يجب ان تتبعها في الفتره الحاليه علشان نتجنب كمان انتقال العدوى، عدوى ازمه الاسواق الناشئه؟ انا شايف ان الشق يعني على المدى القصير الشق الخاص ببرنامج الاصلاح المالي تم باحترافيه شديده يعني الحقيقه. فلو هنتكلم على المدى القصير لن يبقى الا ان احنا نمارس اقصى درجات الشفافيه مع المستثمر الاجنبي، لان المستثمر الاجنبي النهارده جاي عايز يطمن ان لو حصل اي اختلال في النموذج المصري اللي انت بتقدمه للمستثمر الاجنبي هيقابله
سياسة شفافة وواضحة تماما. يعني لو بنتكلم من سنتين مثلا، كان الناس بتيجي تقول طب انا هستثمر النهارده في سهم اكسب فيه 30% والعمله تنزل عليا 40%. النهارده ده مش مطروح. احنا بنتكلم النهارده ان ماشي، الجنيه المصري ممكن يكون فيه يعني اغلب الظن انه هيظل فيه الرينج، مش هيبعد عن السعر الصرفي اللي هو بيتداول عليه، ولكن احنا ما بنتكلمش حتى في الورست كيس سيناريو، ما بنتكلمش في مدى بعيد قوي. من سنتين كنا بنتكلم ان في خطوره كبيره على العمله المصريه بالنسبه للمستثمر الاجنبي اللي داخل. وبالتالي النهارده انا اعتقد ان كل اللي احنا محتاجين نعمله على المدى القصير ان احنا نستمر في التعامل مع المستثمر الخارجي بشفافيه، ونستمر في ايجاد فرص جديده ليه عن طريق برامج الطروحات، او تشجيع القطاع الخاص انه يقوم بطروحات خاصه، لان ده مهم جدا. البورصه المصريه بتفتقد الى العمق، ولما اقول تفتقد الى العمق اقصد ان لو بصينا على القطاع المالي وقطاع العقارات مثلا، هو تقريبا بيمثلوا 55-60% من راس المال السوقي او من قيمه القيمة السوقية لكل الشركات اللي موجودة في البورصة المصرية. محتاجين نشوف طروحات جديدة من القطاع الخاص بجانب طبعا الطروحات اللي أعلنت عليها الحكومة. رأس المال السوقي اللي اتكلمت عليه ده حوالي 15-16% من إجمالي الناتج المحلي، وده رقم ضعيف جدا بالنسبة لبلد زي مصر. بالإصلاح المالي، الإصلاح النقدي، يعني خدنا فيه خطوات، الإصلاح على الأرض حضرتك يعني شايف الاقتصاد الحقيقي ازاي، خاصة مع الإجراءات الاقتصادية اللي تمت، يعني ازاي ممكن بقى نحفز الاستثمار؟ صحيح، الاقتصاد الحقيقي طبعا بيعاني من ارتفاع أسعار الفايدة، و بيعاني برضو من انخفاض الطلب الإجمالي، لأن النهاردة برنامج الإصلاح ده جه بتكلفة باهظة على حجم الطلب المحلي في السوق. بدأنا نشوف النهارده ان الطلب ابتدى يتردد شويه، يعني لو بصينا على كل شركات الاغذيه المدرجه في البورصه المصريه النهارده كلها تقريبا محققه ارباح 25% في المتوسط، نمو في مش بس الاسعار ولكن في احجام البيع، فبدأ الطلب تدريجيا يعود. ولكن تظل مشكلة الاستثمار في مصر هي أسعار الفايدة، اللي أنا أعتقد أن هي يعني هتاخد وقت وهتتجه إلى الانخفاض لما نعدي الاضطرابات اللي احنا شايفينها فيه. محتاجين قوانين أكتر؟ لا، أنا ما أعتقدش. احنا محتاجين تنفيذ القوانين، محتاجين ان احنا يعني انا اعتقد يعني ان الكفايه مثلا القوانين لتحسين الاقتصاد، قانون الاستثمار الجديد مثلا كافي جدا. انا اعتقد قانون الاستثمار الجديد كافي جدا، وفي العديد من المحفزات للقطاع الخاص والجذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره. هي مش قصه قانون، هي قصه النهارده ان انا انفذه، او ان انا ابدا ان انا احسن البيئه الاستثماريه، لان دي اهم حاجه موجوده النهارده. مصر كانت دايما بتأدي النموذج ان انا عندي عمالة رخيصة وعندي طاقة رخيصة، تعالى خد عمالة رخيصة وطاقة رخيصة واعمل فلوس زي ما انت عايز واكسب. يعني النهاردة الموديل ده محتاج، او النموذج النمو اللي كان مبني عليها الاقتصاد المصري محتاج يتغير شوية، لان المعطيات الاقليمية والدولية والمحلية كمان اتغيرت. احنا وصلنا لمرحلة ان الاستهلاك المحلي كان بيتعدى 80% من اجمالي الناتج المحلي، وده رقم كبير جدا جه على حساب الاستثمار. طب احنا النهارده بعد برنامج الاصلاح بنحاول ان احنا نقلل الاستهلاك ونزود الاستثمار، علشان الاستثمار هو اللي ياخد القياده في معدلات النمو اللي جايه. الاستثمار ده مش بس هيجي من مستثمر اجنبي، ولكن ايضا هيجي محليا. انا بشوف ان مصر عندها فرص رهيبة وجاذبة جدا في قطاعات عديدة، القطاعات الخدمية والقطاعات اللي فيها يعني الإبداع المالي أو التكنولوجيا. أعتقد أن مصر من الدول المؤهلة جدا أن هي تعمل نموذج زي سيليكون فالي مثلا في مصر، اللي هو مدينة قائمة على الابداع وعلى التكنولوجيا وعلى الابتكار، وتجذب كل الستارت ابس او الشركات الصغيره والمتوسطه، حتى التعريف بتاعها
اختلف. النهاردة احنا بنتكلم على مجالات مختلفة، وشبابنا يقدر ان هو يختصر معي. الزمن في القصة دي، وبشوف حقيقة على ارض الواقع تجارب الحقيقة تفرح. كل اللي محتاجينه بس بيئة صالحة ومناخ للعمل. شكرا استاذ احمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرمس، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بعد فاصل قصير، منظومة الرقابة الإدارية للتدريب لنشر قيم النزاهة الشفافية، وأيضا لنشر حالة من الوعي عند المواطنين للكشف عن أي فساد أو عن أي خلل عبر الإنترنت. خليكم معنا.